أحبائنا مساء الخير. كانون الثاني من كل عام رأس مناسباته تكون دائما الصلاة من أجل السلام في العالم، ومن ثم ندخل بالاحتفالات الخاصة بالظهور الإلهي ومعمودية السيد المسيح. من هنا من الأردن ونهره الخالد، ومن بيت عنيا عند ضفته الشرقية، وبدء كرازة السيد المسيح وانطلاق البشارة المسيحية لكل العالم، ليأتي بعدها أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، لكي نتحد معا ونشهد للحق ونعمل بوصيته، عندما طلب منا عشية آلامه أن نكون بأجمعنا واحدا لكي يؤمن العالم. لقد شكل أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين منذ عقود عنصراً محورياً وأساسياً في نشاط الكنيسة المسكوني، وفي هذا الوقت الذي نكرسه من أجل الصلاة على نية الشركة التامة بين تلاميذ السيد المسيح، يمكننا أن نفهم بطريقة أعمق كيف نتبدل بفعل غلبته وقوة قيامته من الموت. إن طوق الجماعة المؤمنة إلى الوحدة يترافق وأمانتها للإنجيل، وما من حركة مسكونية حقيقية كما ورد في المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني بدون توبة داخلية، ذلك أنه من تجدد الروح ونكران الذات وضفق المحبة الحرة يصدر الطوق إلى الوحدة وينضج. وكما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته العامة، ليكون واحدا على طريق الوحدة المسكونية، تعود الأولوية بلا ريب إلى الصلاة المشتركة وإلى الوحدة المتمثلة في أولئك الملتئمين حول يسوع نفسه. نلتقيكم اليوم من عمان، حيث تأتيكم نورسات الأردن كما عهدتمونا في مسيرتنا في كل عام، لننقل لكم حدثنا المسكوني السنوي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. لقد رأينا نجمه في المشرق فأتينا لنسجد له. تقام صلاة الوحدة هذا العام في كنيسة الفادي الأسقفية العربية الإنجيلية في عمان بمشاركة من كنائسنا في الأردن. ومع صلاتنا هذا المساء فهذه دعوة للجميع من أرض المعمودية لكي ينظروا إلى النجم الساطع في المشرق ويعاينوا مجد الله، ولنسجد متحدين أمامه مقدمين عرابين محبتنا وصدقنا وأمانتنا، ونصلي معا لكي يكون حاضرا فيما بيننا ومستجيبا لصلاتنا. آمين. الروح يجمعنا، هاليلويا. الروح يجعلنا أبناء الله، لولا الماء ما صار الطحين خبزا، لولا الروح ما أصبحنا سكن الله. الروح يجمعنا، هاليلويا. الروح يجعلنا أبناء الله، لولا الزيت ما أعطى السراج نورا، لولا الروح ما فرشنا نور الله. الروح يجمعنا، هاليلويا. الروح يجعلنا الحب ما كان القلب حيا،
لولا الروح ما عرفنا حب الله. الروح يجمعنا هاليلويا، الروح يجعلنا أبناء الله. لولا النور ما أعطى الورد عطرا، لولا الروح ما نثرنا عطر الله. الروح يجمعنا هاليلويا، الروح يجعلنا أبناء باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. أيها الإخوة والأخوات، نجتمع اليوم هنا متحدين مع مؤمنين منتشرين في أقطار العالم الأربعة لكي نصلي من أجل الوحدة المنظورة للكنيسة. نقوم بهذه الخدمة المسكونية بصلوات أعدها مجلس الكنائس الشرق الأوسط. هذه النصوص مستوحاة من زيارة المجوس للملك المولود الجديد في بيت لحم، كما رواها الإنجيلي بحسب القديس متى: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له، لنرفع أنظارنا إلى النجم الذي ظهر في المشرق، ولندعه يقودنا نحن أيضا إلى المسيح. هيا بنا إلى ملاقات الله شاكرين، حاملين إليه جميع المرضى والمتألمين والمهمشين واللاجئين والنازحين، عالمين أن الله قادر أن يبدد بنوره الظلام. فيما نصلي اليوم من أجل وحدة الكنائس، لنكن نحن وجماعاتنا أيضا أنوارا تقود الآخرين إلى يسوع المخلص. لك المجد أيها الآب القدير، لأنك كشفت ذاتك من خلال خليقتك ودعوت الشعوب لكي يقفوا في حضرتك. لقد رأينا نجم يسوع يشرق في حياتنا، وجئنا كالمجوس نؤدي له السجود. إننا نقدم له اليوم ذواتنا ونسأله أن يحل بروحه القدوس فيما بيننا. وحدنا Thank you.
الرب معكم. نمجدك أيها الرب خالق السماء والأرض، لأنك جعلت النيرات في جلد السماء. أنت الذي فصلت النور عن الظلمة وجعلت علامات الأوقات المقدسة والأيام والسنين. لقد ملأت السماء بالنجوم، كم هي عظيمة أعمالك. السماوات تذيع مجدك والجلد يخبر بما صنعت يداك. نسبحك لأنك لم تتخلى عنا على الرغم من معاصينا، بل أرسلت ابنك لكي يضيء ظلمتنا ويكون نورنا وخلاصنا. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يشرق في الظلمة. نعبدك يا رب لدائك ترافقنا في ضوضاء لحياتنا بقوة الروح القدوس. أنت تضيء طرقنا وتمنحنا الحكمة والإيمان في العالم كذبا وشكا. نشكرك يا رب لأنك أرسلتنا إلى العالم لنعكس نورك حولنا في كنائسنا المختلفة وثقافاتنا المتنوعة، ولنشهد ليسوع المسيح الملك الحقيقي الوحيد مقدمين له ذواتنا. نشكرك يا رب. لتسجد لك كل الشعوب وتعبدك. نحن اخترنا الظلمة مراراً، أما أنت فأعطيتنا النور. لذا نتقدم منك معترفين بخطايانا قائلين: نعترف لك بأننا فعلنا عهودنا وخالفنا أوامرك. لقد شوهنا خليقتك الحسنة وبدلنا ثرواتنا بممارستنا الاستهلاكية. لوثنا أنهارنا وبحارنا، سممنا الهواء والتربة، تصرفنا بأنانية تجاه إخوتنا وأخواتنا، وسمحنا لحاجاتنا ورغباتنا بأن تتغلب على التزامات أمامنا. شيدنا بيننا جدرانا وزرعنا بذار عدم الثقة بالآخرين. لقد فرقنا بين البشر على أساس الإثنية والدين والجنس، ودعينا بأن خسرها يجب منها في كل حق خضناها. يا رب اغفر لنا هذه الأفكار وهذه الأفعال فيما نحن نتقدم منك تائبين. أيه الله القدير، أبو ربنا يسوع المسيح الذي أرسلته في ملاء الزمن ليفتدي كالبشر، نسألك الرحمة وغفران الخطايا حولنا إلى صورة الأبنك المجيدة، فنكون منارة رجاء في عالمنا المضطرب. أيها الإله القدير، استمع صلاتنا، ارحمنا واغفر خطايانا. الشكر لله ولننشد له بملء أصواتنا.
ترجمت الترنيمة بالأرمني هو أن المسيح ظهر بيننا، وهو الله الذي جلس هنا. فدا صوت السلام وأمر بالقبلة المقدسة. هذه الكنيسة كشخص واحد أعطت القبلة للقيد الكامل، فزالت العداوة وانتشرت المحبة في كل مكان. Christos imec merait netza voren nasvat aspas metzab chavutyan tzainan ketzab sur vochuni ramandavav yegeletis mi ansierev Ampuyasov larmandavav tashnamutyunam heratsat serantanurasapretsav arbashonyak partialasan dulgornutyun imiperan miasnagan Asvatutyan voruns lopeken sarapan. Horurt met yes kanche نقرأ معا بالتناوب المزمور الثامن. أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. تعززت في وجه خصومك وأخرست العدو والمنتقم. فأقول: ما الإنسان حتى تذكره؟
ابن آدم حتى تفتقده. سلطته على أعمال يديك وجعلت كل شيء تحت قدميه. أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. المجد للآب والابن والروح القدس. آمين. أقرأ من سفر أشعيا النبي. الشعب السالك في الظلام رأى نوراً ساطعاً، والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم النور. منحتهم ابتهاجاً على ابتهاج، وزدتهم فرحاً يا رب كالفرح في الحصاد. فرحهم أمامك وكابتهاج من يتقاسمون الغنيمة، لأن النير الذي أثقلهم والخشب التي بين أكتافهم كسرتها مع قضيب مسخريهم كما في يوم مديان. نعال العدو في المعركة مع كل ثوب ملطخ بالدماء أحرقتها مأكلاً للنار، لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن وتكون الرئاسة على كتفه، يسمى باسم عجيب ويكون مشيراً وإلهاً قديراً وأباً أبدياً ورئيس السلام. سلطانه يزداد قوة ومملكته في سلام دائم، يوطد عرش داود ويثبت أركان مملكته على الحق والعدل من الآن وإلى الأبد. غيرة الرب القدير
تعمل ذلك. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوتي، بالأمس كنتم ظلاماً وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور، فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها، فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كلما انكشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضئ لك المسيح. كلام الرب. الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحنا.
فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. أجد لك يا فالنصغي لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس قد أقبلوا من المشارق إلى أورشليم قائلين: أين المولود ملك اليهود؟ فإنا رأينا نجمه في المشرق فوافينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب هو وكل أورشليم معه، وجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب واستخبرهم أين يولد المسيح. فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، فإنه هكذا كتب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهودا لست صغرى في مدن يهودا الرئيسية، لأنه منك يخرج المدبر الذي يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وابحثوا بتدقيق عن الصبي، وإذا وجدتموه فأخبروني لأذهب أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا هذا من الملك ذهبوا، فإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق الموضع الذي كان فيه الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت فوجدوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له وفتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا من ذهب ولبان ومر. ثم أوعز إليهم في الحلم بأن لا يرجعوا إلى هيرودس، فانصرفوا في طريق أخرى إلى بلادهم. دعونا نصلي. لتكن يا رب أقوال فمي وتأملات قلوبنا وأعمال أيدينا مرضية لديك أيها الرب صخرتنا وفادينا، آمين. غبطة البطريرك سيدنا بيير باتيستا بيتسابالا، سيدنا جوزيف جبارا،
الآباء الأفاضل، القساوسة المحترمون، الراهبات الفاضلات، النواب الأفاضل، الإخوة والأخوات، الأعيان، كل الموجودين معنا، أهلا وسهلا فيكم في بيت الرب، في هذا البيت، بيت الصلاة والعبادة، خاصة في هذه المناسبة المقدسة التي فيها نحتفل أيها الإخوة والأخوات بأسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية. أشكر القس فايق حداد أولاً لفتح باب هذه الكنيسة للصلاة معاً، وأيضاً اللجنة المكلفة التي قامت بالترتيب لهذه الخدمة من كافة الكنائس في المملكة، والجهود المبذولة من أجل العمل المشترك لخدمة أبنائنا وبناتنا في الأردن الحبيب وللجميع دون استثناء وتفرقة، تمييز أو إقصاء. يوم أمس احتفلنا مع العديد من رعايانا في القدس بخدمة مباركة في كاتدرائية القديس جورج في ثاني أيام أسبوع الصلاة، وها هنا نحن اليوم في هذا المكان الحبيب في المملكة الأردنية الهاشمية وقلبها النابض عمان، لنتابع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، من أجل الائتلاف، ومن أجل المحبة التي تجمعنا جميعاً كعائلة واحدة في المسيح يسوع. كما ونشكر اليوم مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي حضر لهذه الخدمة بالقراءات والصلوات والموارد المختلفة، وللعائلات المختلفة في مجلس الكنائس، وللجنة اللاهوتية، والأمين العام الدكتور ميشيل عبس. في هذا اليوم أيها الأحباء، النصوص الكتابية المختارة تقود أفكارنا وتأملاتنا نحو النور الآتي إلى العالم، رب المجد يسوع طفل المغارة. فأشعياء النبي الذي تنبأ قديماً لمجيء نور الخلاص حين كتب: الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً، والجالسون في ظلال الموت أشرق عليهم نور. كذلك القديس بولس الرسول الذي نحتفل بذكرى اهتدائه غداً يحدثنا عن أهمية السير نحو النور، أي نور المسيح، من خلال الابتعاد عن ظلمة الخطيئة. يشجعنا القديس بولس أن نسير مسيرة أبناء النور من خلال التخلي عن أعمال الظلمة، فنحن أيها الإخوة والأخوات أبناء القيامة، أبناء القبر الفارغ، أبناء النور. ولذلك قيل: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. نعم، المسيح هو النور الآتي إلى العالم، يسوع المسيح هو نور العالم. أما نص الإنجيل المقدس لهذا اليوم وهذه الخدمة الجليلة، فهو قصة زيارة المجوس من المشرق إلى حيث الصبي، إلى حيث يسوع المسيح بحسب البشير متى. بكلمات أخرى، إنجيل اليوم يقود أفكارنا نحو نور النجم الساطع الذي ظهر في المشرق وقاد المجوس نحو الرب يسوع. قال المجوس للملك هيرودس: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. تعلمون أيها الأحباء أن عند ميلاد الرب يسوع كان المجوس في المشرق يعتبرون من المختصين في تفسير سماء الليل آنذاك، وفي معتقداتهم كانوا يؤمنون أن القوى العليا في السماء كانت تتحدث وتعلن عن أحداث هامة هنا على الأرض، يفسرون إشارات السماء لما سيحدث هنا على الأرض. لقد كان ظهور النجم، نجم الميلاد، محل نقاش وجدال وجدل بين العلماء، خاصة السبب الذي أدى بالمجوس لأخذ الرحلة نحو بيت لحم من خلال أورشليم. البعض ظن أن النجم كان مذنباً
آخرون ظنوا أنه نجم ينطفئ ليصبح ثقباً أسود، والبعض اعتقدوا أنه نقطة تلاقي بين كوكبي المشتري وزحل، ظاهرة حصلت قبل حوالي العامين لهذين الكوكبين في سماء بلادنا. ولكن من وجهة نظر لاهوتية، التركيز على مثل هذه التفاصيل يمكن أن يبعدنا عن جوهر ومركز الأحداث. ما يهمنا هنا في هذا النص الكتابي بأن الله بحكمته استخدم هذا الحدث السماوي الفضائي الكوني ليجذب هؤلاء الغرباء، هؤلاء الأمم، هؤلاء الملوك نحو النور الحقيقي المتمثل بشخص الرب يسوع المسيح. وبما أن هؤلاء المجوس كانوا يفكرون بالأرضيات، وإن كانوا يفسرون السماويات والفضاء، اعتقدوا أن الملك الجديد المولود سيكون في قصر الملك هيرودس. لهذا السبب أتوا أولاً إلى أورشليم بدلاً من السفر مباشرة لمدينة بيت لحم، لكي يصلوا إلى الموقع المحدد لميلاد المسيح كانوا بحاجة إلى إرشاد الروح القدس من خلال كلمة الله. فقط عندما قرأ الكتب من سفر النبي ميخا عن نبوءته لمكان ميلاد المسيح علموا أنه ينبغي أن يتوجهوا إلى بيت لحم. وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين مدن يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي. إن الملك المولود الجديد لن يولد في قصور، بل في مغارة أو اسطبل متواضع. في ذلك المكان عينه اكتشف المجوس بأنفسهم النور الحقيقي الآتي إلى العالم. أحبائي في المسيح، رحلة المجوس من المشرق تشبه الرحلة أو عدة رحلات نحن نقوم بها بأنفسنا أحياناً. ففي وسط عالم محتار خائف وضال، نسعى وراء إشارة من السماء لنبصر نور الله الحقيقي. هنا يأتي دور الروح القدس من خلال الصلاة والتأمل بكلمة الله ليمنحنا الإرشاد والطمأنينة والتعزية، أفراد كنا أم جماعات. ومهما اختلفت دعوتنا، هناك أمر نتفق عليه جميعاً، إن الروح القدس يقودنا جميعاً نحو الوحدة، وحدة الهدف والشركة معاً، إذ أن جوهر وحدتنا هو الرب يسوع نفسه، رأس الكنيسة والجسد الواحد. هذه كانت صلاة الرب يسوع في نصوص الوداع عند العشاء الأخير قبل آلامه، موته وقيامته، أن يكون الجميع واحد كما أنه هو والآب واحد. هذه الأرض المقدسة هي ملتقى السماء والأرض بتجسد الكلمة، وأيضاً مشتهى وملتقى الأمم، وكما قال ربنا يسوع المسيح في إنجيل لوقا: ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله. لهذا السبب التقينا اليوم، وكذلك العديد من مسيحيي العالم في خدمات العبادة هذا الأسبوع، أن نكون شهوداً للعالم بوحدتنا بالمسيح وسط التعددية بالعبادة والروحانية واللغة، لأنه فقط بوحدتنا معاً بالمسيح نستطيع أن نبلغ هدفنا، أي أن نكون في حضرة الله القادر على كل شيء. دعونا إذن إخوتي وأخواتي في هذا المساء نتحد بالصلاة والإيمان لكي يشرق علينا نور المسيح، لأنه من مياه الأردن ضاء وسطع نور سطعت نور المعمودية إلى أقاصي الأرض. ولله الآب والابن والروح القدس كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى دهر الداهرين، آمين.
لنقف جميعا ونتلو قانون إيماننا، قانون الإيمان النقاوي. نؤمن بإله واحد آب قادر على كل شيء. أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق فأتينا لنسجد له. أبونا، نجم قاد المجوس إلى المسيح، واليوم هذا النجم يدل على حضور المسيح الذي أوحي به إلينا ونوره يشرق علينا. فعلى غرار المجوس الذين ساروا بهدي النجم إلى بيت لحم، نجتمع نحن اليوم تحت هذا النجم ونضيف نجومنا إلى السماء، ونضم هدايانا، ونوحد صلواتنا من أجل الوحدة المنظورة للكنيسة. وفيما نسير نحو هذا الهدف، ليكن عيشنا معا شهادة مضيئة تقود الآخرين إلى معرفة المسيح. أتينا للصلاة بإيمان وثقة أمام الله الآب والابن والروح القدس. جاء المجوس من المشرق ليلمد السجود للطفل الإلهي ويقرب له هدايا من بلادهم وثقافاتهم. نصلي اليوم من أجل كل الجماعات المسيحية المنتشرة في العالم على تنوع طقوسها وتقاليدها. نسألك يا رب أن تحافظ على هذه الكنوز، بخاصة في مناطق من العالم بات فيها وجود المسيحيين وبقاؤهم مهددين بالعنف والاستبداد. طفولة الرب يسوع انطبعت بالعنف والمجازر التي حدثت بأمر الملك الطاغية هيرودس.
نصلي من أجل الأطفال العائشين في أماكن من العالم حيث ما زال العنف مستشرياً وتداعياته ملموسة. قوي يا رب روابط الوحدة والمحبة المتبادلة بين كنائسنا، وساعدنا لنتعاون ونشهد لاسمك القدوس. ألهمنا أن نعمل من دون انقطاع للدفاع عن المظلومين واحتضان المهمشين. هبنا الشجاعة لكي نقف جميعاً في وجه الطغيان وأنظمة الاستبداد، ونحن نبحث عن ملكوتك فيما بيننا. بعد زيارة المجوس اختبرت العائلة المقدسة الهجرة عبر البرية وصارت لاجئة في أرض مصر. نصلي من أجل جميع اللاجئين والنازحين في هذا العالم. اجعلنا يا رب مستعدين لاستضافة المهجرين من بيوتهم، وامنحنا روح الترحيب بالذين يبحثون عن ملاذ آمن. يا رب اسمع صلاتنا. ولادة يسوع كانت البشرى السارة لكل البشر، فقد جمعت الناس من أمم مختلفة وأديان متعددة للسجود للطفل القدوس. نصلي من أجل جهودنا الرامية إلى التناغم والحوار مع الديانات الأخرى. أعطنا يا رب تواضعاً وصبراً لنلاقي الآخرين في مسيرتهم. رجع المجوس إلى بلادهم في طريق آخر. نصلي من أجل كنائسنا في هذا العالم المتقلب. ساعدنا يا رب على اكتشاف طرق جديدة وخلاقة في اتباعك والشهادة لك حتى يؤمن العالم. يا رب استمع صلاتنا. عندما رأى المجوس الطفل القدوس فرحوا فرحاً عظيماً. أيها الآب السماوي، ثبت أنظارنا على هذا الطفل كي لا نضل الطريق. وحدنا في الرب يسوع الذي هو الطريق والحق والحياة، والذي علمنا أن نصلي. دعاء عيد اهتداء القديس بولس الرسول. اللهم الذي بكرازة القديس بولس الرسول المبارك جعلت نور الإنجيل يشرق على العالم كله، نتضرع إليك أن تنعم علينا بأن إذ ذكرنا اهتداءه العجيب نظهر لك الشكر على ذلك باتباعنا تعليمه المقدس بربنا يسوع المسيح. آمين. أيها الرب أبانا السماوي العلي القدير ملك الملوك ورب الوجود، نتوسل إليك من صميم قلوبنا أن تنعم ببركاتك على مليكنا عبد الله الثاني. نتضرع إليك أن تملأه نعمة بنعمة روحك القدوس وترشده بحكمتك السماوية ليسلك دوما بحسب إرادتك ويسير في طرقك. يا رب بارك مشرقنا الحبيب ووطننا الأردن العزيز وسائر الحكام في هذه المنطقة وجميع الذين يقلدون مناصب في دول مشرقنا، ليدبروا أمور جميع المواطنين برؤى نيرة وليوطدوا دعائم السلام والأمان. أبعد عنا الويلات والوباء والحروب والخصومات
والشقاق واملأ بلداننا بالسلام والوئام والرخاء والرفاه برحمتك يا رب. أيها الأحباء، الإخوة والأخوات في جسد المسيح، لنشبك الأيدي والقلوب معا بمحبة وألفة وحنان، ولنصلي معا الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع المسيح مرنمين. لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. ومعاً نصلي صلاة الوحدة. Thank you.
النوم فيضئ لنا المسيح. السلام والمحبة مع الإيمان من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح، ولتكن نعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح حبا لا يزول. آمين. الشكر لله. الرب معكم ومع روحك أيضا. أيا رب المسرات عظيم القدر والقدرة، أعنا نشكر النعم ووحدتنا هي النعمة. بحبك تجمع الناس وفيك الحب والوحدة. في ظل ما نعيشه من صعوبات تجعل الإبحار في هذا الكون شديد الصعوبة، ورغم ما يمر علينا في هذه السنوات من ويلات حولنا وفي هذا العالم المليء بالصراعات السياسية والتي لا تنبئ إلا بالمزيد من الانتهاكات الصارخة لحقوقنا وحقوق الإنسان والصعوبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على كل شعوب المنطقة، وبالرغم من الوباء الذي حل على الإنسانية وما تركه من آثار على الإنسان والمجتمع من مرض وفقد للأحبة، كان لابد من هذه الوقفة الإنسانية حيث نرى المحبة والوحدة والطريق السليم لمواجهة كل هذه الصعوبات. ومن أجل ذلك فقد استمرت كنائس الشرق الأوسط في غذاء الخطى نحو الاجتماع من أجل هذه الصلاة المباركة تحت عنوان رأينا نجمه في المشرق فجئنا، واليوم جميعنا جئنا لنسجد له. فنشكر جميع المشاركين في هذه الصلاة، دعينا ربنا أن يرفع عنا البلاء وأن تكون هذه الصلاة من أجل وحدتنا ومحبتنا ومن أجل كل متضرر من الأحداث والصراعات السياسية والاقتصادية. شكراً جزيلاً جميلاً لكل مشارك في هذه الصلاة التي تمجد اسم الرب بصوت واحد وقلب واحد ودعاء واحد. شكراً لجميع الكنائس المشاركة ورؤسائنا وآبائنا. شكراً لجميع المؤمنين الذين شاركونا في هذه الخدمة المنيرة بنور المسيح ليروا أعمالنا الحسنة. شكراً للأعيان والنواب الذين شاركونا مشاركة فاعلة مؤثرة. شكراً للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام موقع أبونا رفعت بدر. شكراً لقناة نور سات الأردن. شكراً لنور سات الفضائية لبنان. شكراً دكتورة باسمة سمعان على تعبك معنا. شكراً لكشافة الكنائس الأحباء من كنائسنا في اللاتين والكاثوليك والسريان. شكراً لجميع طواقم العمل الذين شاركوا بمحبة لإنجاح هذه الخدمة خدمة الصلاة والوحدة. شكراً لكم.